اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد ديال ماستروك. في هذا العدد غادي نهضروا على اول استرونوم مغربي اللي ساهم في الثوره ديال ميدان علم الفلك في العصر الذهبي ديال الاسلام. هذا العالم المغربي سميتو نور الدين البتروجي وباللاتينيه البتراتيوس اللي تزاد في القرن 12 من بعد الميلاد في المغرب وعاش في الاندلس. باش تفهموا علاش بتروجي كان مهم في تاريخ العلم الفلك خاصك تفهموا بان قبل الابحاث ديال بتروجي كان العالم باقي كيعتقد ان الارض هي المركز ديال النظام ديالنا. نور الدين البتروجي كتب واحد الكتاب اللي سميتو كتاب الحياه او كتاب الهيئه اللي فيه انتقد علاش النظام ديال بتوليمي ماشي تلتماك من نظام فيزيائي. خاصكم تعرفوا ان النظام ديال بتوليمي اللي بان في البدايه ديال عصر الميلاد كيقول ان الارض هي المركز ديال النظام ديالنا، وراه حتى شي حد من قدر يقترح نموذج اخر حتى جا نور الدين البتروجي تقريبا 1000 عام من بعده. عليها الكتاب ديال بتروجي انتشر في اوروبا من بين العصر 13 و 16. واخا النموذج ديال بتروجي ما كانش كامل ومضبوط، راه بفضلو العلماء اجوا من بعده بداو كيتحداو النظام اللي اقترحه بتوليمي حتى لقاو بان راه الشمس هي المركز ديال النظام ديالنا بفضل النموذج ديال كوبرنيك اللي بان في عام 1510. الأهمية ديال الأعمال ديال بتروجي خلاو أن العلماء ديال اليوم سماو واحد الكراتر أو الحفرة في القمر ديالنا وعطاوها السمية ديال البتروجيوس اللي تقدروا تشوفوها بعينيكم إلا استعملتو شي منظار أو لا تلسكوب. إوا كمغاربة خصنا نفتخرو بهذا العالم نور الدين البتروجي اللي ساهم بزاف أننا نفهمو اليوم كإنسانية الفضاء اللي فوق راسنا. إوا شكرا على المشاهدة، وما تنسوا تابوناو في لاشين ديالي ماستروك أول شين دالاسترونومي بالدارجة، وتلايكيو وتكومنتيو وتبارتاجيو هاد الفيديو على أصدقاء أو أفراد العائلة ديالكم اللي حتى هما يبغيو تقفو في مواضيع ديال علم الفلك. باي باي.